جيد جدا جدا وبقى قريب عندنا شويه ارقام لاحمد حمودي. طيب موضوعات كتير قوي لكن الحق كابتن محمد يوسف قبل ما ينام، ما اعرفش بينام بدري ليه الايام دي. كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره، مساء الفل. مساء الفل يا كابتن سيد، ازيك عامل ايه؟ انت عامل ايه؟ بتنام بدري قالوا لي ده كلام. انت كنت في الشغلانه دي وعارف لازم تنام بدري. ما بتنامش خالص. تنام بدري عشان تصحى بدري. طيب كابتن يوسف، قبل ما نخوض في بعض النقاط المهمه جدا من اصابات من غيابات من حتى مؤجلات في المشوار الدوري او المباراه اللي جايه واستعداد كليها ومين هيلحق ومين مش هيلحق، لكن لو قلت لك اديني نقاط ايجابيه لمباراه الامس تحددها في ايه يا كابتن يوسف؟ والله بص يا كابتن سيد، طبعا المباراه امبارح مليانه ايجابيات. اولا طبعا ان احنا نفوز بكلين شيت زي ما انت قلت دي مهمه جدا بصرف النظر عن هدف او هدفين. طبعا انما مهم ان انت ما تلقتش اي اهداف، لان 2-0 احسن كتير من 3-1. 2-0 احسن كتير من 3-1 صح كده، ودي خلينا متفقين فيها ان انت لما بتتلقى هدف على ملعبك بتصعب شويه من امورك في المباراه العوده يعني. لكن الحمد لله امبارح كنا نتمنى ان احنا نستغل الفرص، نستغل الكام فرصه اللي جات لنا الوليد ازارو في اخر المباراه مؤمن برضو، لكن الحمد لله ان احنا طلعنا بنتيجه 2-0. الايجابيات ايضا ان احنا ما تاثرناش بغياب الجمهور، دي نقطه طبعا كنا نتمنى ان الجمهور يبقى مالي الملعب ونتمنى ان الجمهور كان يبقى بيساندنا زي مباراه حريه كناكري، انما الحمد لله قدرنا نفس اللعيبه وقدرنا النقطة دي بالذات نقلبها لدوافع ونقلبها لحافز اللعيبة ان هم يأدوا في أي ظروف أو أي صعوبات بنواجهها. الحمد لله زي ما أنت قلت حمودي بيبقى ليه دور ودور مؤثر جدا، عمل الهدف الأولاني بتاع وليد سليمان حلو جدا، عمل قبليها كرة بتاعت أزارو بس كانت أوف سايد برضه بشكل جميل جدا. إسلام محارب بيأكد تواجده، وليد سليمان وظهوره في مركز نمرة 10 برضه، الحاجات دي كلها ايجابيات. النهارده عندك خط ظهرنا ما شاء الله يعني، سعد سمير بيغيب، نجيب بيغيب، لكن ايمن اشرف موجود مع سليف مع فتحي مع علي معلول، كل دي حاجات ايجابيه. برضو هشام في وسط الملعب في غياب السوليه وتواجده مع عاشور قدروا ان هم يشتغلوا بشكل كويس. فعايز اقول ان في ايجابيات كتيره، لكن احنا مش عايزين نركن لهذا او 90 دقيقه دول. انا عايز اكد ان المباراه 180 دقيقه، واحنا قلنا قبل المباراه قلنا ان ال 90 دقيقه اللي هنا هيطمنوا حد سواء بنتيجه ايجابيه او نتيجه عاديه. احنا قلنا ان الموضوع كله 180 دقيقه مكتملين مع بعض. الحمد لله خلصنا 90 دقيقه هنا والنتيجه الحمد لله جيده، لكن لازم نشتغل ولازم نركز ولازم نبقى يعني مركزين قوي قوي قوي، لان المباراه مش هتبقى سهله هناك. فريق فاكس طيف ورشيد الطوسي مش هي يعني عايز اقول لك هيبذلوا مجهود جامد جدا هناك وهتبقى مباراه صعبه هناك جدا. فانا عايز اقول واكد ان احنا بنستعد وبنستعد بشكل كويس، يمكن احنا قفلنا الملف الافريقي دلوقتي وبنركز في مباراه الدوري يوم الاحد ان شاء الله مع الاتحاد السكندري، لكن بعديها ان شاء الله نبدا في الاعداد والتركيز بشكل عالي جدا لمباراه العوده لان المباراه هتبقى قويه. طيب كلام جميل. يعني مباراه الحد هتبقى مباراه مع الاتحاد السكندري، هل في الاذهان بقى ان احنا نلعب بنفس التشكيله بنفس العناصر، ولا في دماغ كارتيرون يضخ عناصر جديده ممكن ما يكونش لها تواجد في الفتره اللي فاتت، رجوع ناصر ماهر مثلا، اللعب باحمد الشيخ، الرؤيه من خلال المباراه اللي جايه يا كابتن يوسف؟ والله يا كابتن سيد طبعا احنا بكره كنا راح النهارده وبكره ان شاء الله هنبدا نشتغل. طبعا هيجي لنا دراسه مصطفيه للمصابين وعوده المصابين، يعني عندك الاصابات اللي حصلت في المباراه زي علي معلول زي صلاح محسن وعاشور، والموجود بقى اللي هو سعد سمير ان شاء الله يخش التدريبات الجماعيه، عمرو السوليه، مروان محسن، ميدو جابر، كل دي اصابات غابت عننا، بالاضافه طبعا للعيبه اللي مش متواجدين في افريقيا، محمد شريف واحمد علاء واحمد ريان، في مجموعه والجزار، يعني في مجموعه انا مش عايز انسى احمد الشيخ برضو، يعني في عندنا مجموعه هتبدا تخش مع الفرقه. فبكره ان شاء الله هيبدا يبان الملامح بتاعت
الاعداد ان شاء الله لمباراه الاتحاد والعناصر اللي هتشارك. طيب يعني هل فعلا علي معلول هيغيب شهر ونص ده المينيمم بتاعه او اقل حاجه، ولا الخبر ده مش صحيح؟ وصلاح محسن هل هيلحق بمباراه العوده ولا لا؟ هو بالفعل طبعا المباراه امبارح خسرنا علي معلول، النهارده اتعمل له اشاعه وفعلا هتستغرق تقريبا شهر ونص، ودي طبعا تعتبر خساره كبيره، لكن بركه في الموجودين، في صبر الرحيل موجود، في ايمن اشرف، اي حد فيهم يقدر يحل محله. وفي نفس الوقت كمان صلاح محسن اصابته الحمد لله الدكتور طمنا ان شاء الله هتبقى خفيفه، وايضا حسام عاشور برضو يعني هتاخد ايام قليله ان شاء الله، ودي حاجه كويسه يعني حاجه مبشره، لكن طبعا الخساره الكبيره لعلي معلول. طيب يعني كده يبقى علي معلول مش هيلحق لا لقاء العوده ولا حتى النهائي لو شهر ونص. هيبقى في صعوبه، طبعا هيبقى في صعوبه، انت بتتكلم على يعني 6 اسابيع من دلوقتي، بتتكلم في على نص ده تمزق في العضله الضمه بقى ولا ايه؟ ده اخر كوره يا كابتن يوسف؟ اخر كوره اللي الكوره اللي اتقدم فيها ورجعت له سند وشاط، بس طبعا يعني لكن الحمد لله يعني بفضل. طيب يبقى افهم من كلام حضرتك صعوبه لحق علي معلول لا بالمباراه اللي جايه ولا بالنهائي حتى ان شاء الرحمن، مش مشكله اللي موجود يسد صبر رحيل او ايمن اشرف، لكن صلاح محسن موجود في المباراه العوده، مباراه العوده باذن الله. لسه ان شاء الله مباراه العوده يوم 23، يعني لسه قدامنا 3 اسابيع من دلوقتي. هي كانت كدمه ولا شده يا كابتن يوسف؟ لا 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 لا، دي اجهاد، اجهاد خفيف. اوكي اجهاد خفيف ان شاء الله يبقى كويس. حسام عاشور اجهاد في عضلات عضلات البطن. دي برضو ان شاء الله يعني ايام قليله ان شاء الله يخش التدريبات تاني ان شاء الله. طيب في تغييره يعني كان عليها كلام كتير جدا امبارح، انا وجهه نظري الشخصي ان احنا قلنا او انا قلت امبارح ان ممكن يكون تغييره اكرم توفيق كانت عشان اسلام بكير الراجل اللي نزل الشوط الثاني مكان حسام الدين غشه اللي هو الراجل اللي كان بيلعب طرف ده، فاسلام بكير كان لعيب كويس قوي، هل كان فعلا اكرم توفيق له مهام معينه ولا كان تغيير فني بحت من ناحيه كارترون؟ لا مستر كارترون يعني غير اكرم، حطه في وسط الملعب على اساس يؤدي ادوار دفاعيه بشكل مكثف اكتر ويدي صلابه وسط الملعب في حته الدفاعيه. الشوط الثاني هم بداوا يجوا علينا واحنا يعني بدا يتحكموا في وسط الملعب بمعنى اصح، كان مستر كارترون عنده رؤيه ان هو ينزل اكرم بحيث يبقى جنب هشام وعاشور، فيقدروا يدوا واسلام محارب من ناحيه الشمال، فيدوا صلابه دفاعيه في وسط الملعب ويقفل على رقم 11 طبعا اللي هو اسلام بكير، لان ده يعني من اللعيبه يعني كان منها اسلام بكير فعلا. مظبوط، ما هي دي برضو سلام. من الحاجات انه سلام علي يا سلام علي، انت فاكر كابتن محمود بكر؟ لا انت مدرب كبير، انت فاكر ايه؟ انت فاكر ايه؟ تمام، لان خلي بالك نمره 11 اسلام بكير من العناصر المميزه جدا، و صحيح احنا كنا متوقعين انه يبتدي المباراه لكن جاب جول في مازيمبي كان حلو قوي، جاب جول حلو قوي في مازيمبي، فضلوا ان هو يبقى موجود في البدلاء، لكن هو من اللعيبه اللي بتبدا وبدا معاهم في الوداد يعني بدا اكثر من مباراه معاهم. طيب كابتن يوسف هل في اتجاه ان الاهلي يلعب مباراه كاس مصر وخصوصا انها هتتعمل القرعه بكره بدون الدوليين، وفي اتفاق على كده ولا ايه؟ المباراه بتاعه كاس مصر الاولى كلها بدون الدوليين، بدون الدوليين، ولكن هي طبعا المباراه الاخرى اللي هي الداخليه دي اتاجلت رسمي خلاص، اللي كانت يوم 15 دي اتاجلت رسمي عشان منتخب اولمبي كمان، في طلباته كتير قوي المنتخب الاولمبي، عنده 7 لاعبين والمنتخب الاول عنده 5 لاعبين، بالاضافه لمنتخب مالي بعت لسليف كلوبالي، منتخب المغرب بعت لازارو، يعني اصابه علي معلول برضو، منتخب تونس لو سليم كان راح، انت بتتكلم في 15 لاعب يعني. اوكي طيب يبقى كده اخد من كلام حضرتك ان ده قرار على كل الفرق ان الدور ال 32 اللي هيشهد تقريبا يوم 8 او 9 او 10 اللي جايين كمان في فتره الاجنده الدوليه هيبقى بدون الدوليين لكل الفرق. الجدول جاي الدور التمهيدي لكاس مصر بدون الدوليين. اوكي لكن المباراه الداخليه تم تاجيلها خلاص بناء على استدعاء لعيبه المنتخب الاولمبي ولاعيبه المنتخب الاول بجانب كمان يعني كوليبالي وعلي معلول ووليد ازارو. اجاييه يعني الدنيا ماشيه كويس، هو محمد نجيب؟ الحمد لله نجيب عمل عمليه غضروف
من بعد مباراة حرية كوناكري على طول، وإن شاء الله خلال 3 أسابيع يكون موجود معنا في الملعب إن شاء الله. ده بالنسبة لنجيب. بالنسبة لمين تاني قلت؟ جونيور؟ لا نجيب، ما احنا قلنا جايو جايه نجيب. لا جونيور لسه قدامه شوية، جونيور قدامه لسه شوية. بدأ يجري، بدأ يعمل يعني بدأ الجري على يومين، ولسه قدامه تقريبا في حدود شهر كمان او شهر وي. كلام جميل، ماشي، حلو برضو ان شاء الله. ميدو، عمرو السلية، ومروان محسن ممكن نلاقيهم في قائمه الاتحاد، ماتش الاتحاد ان شاء الله. ان شاء الله يعني بكره يبان حالتهم. وبرضو خلي بالك ان سلامه اللاعب دي مهمه، وبعدين بقى رؤيه مستر كارترون كمان الفنيه، لان ممكن يبقى لاعب سليم كل حاجه، بس هو فنيا مثلا شايف انه لسه ما جهزش فيه، ما فيش مشكله، او مش عايز يغامر بيه، ممكن ترجع له الاصابه تاني. انما ان شاء الله يبقى هيبقوا تدريبات ان شاء الله. وسعد سمير، وسعد السلية، يمكن سلية يمكن شويه، لكن سعد ومروان وميدو جابر ان شاء الله. طيب خليني اقول لك يعني ان حكم لقاء العوده هو جوميز، ده من احسن حكام من وجهه نظر شخصيه في القاره، هو احسن حكم في افريقيا. يا رب يكون موفق، بس انت عارف ان الحكام في بعض الاوقات بتبقى مش موفقه او يومها مش يومها يعني، لكن هو حكم مميز ما فيش كلام. مظبوط، هو من احسن حكام، لكن يعني انت عارف الحكم زي اللاعب زي المدرب، ممكن بيبقى في يوم موفق يوم مش موفق، لكن احنا الحمد لله مركزين، ويمكن يعني ما بنركزش قوي مع التحكيم، احنا بنركز في الشغل، بنحاول ان احنا نركز في اداء واجباتنا بالنسبه للاعبين جوه الملعب. صحيح، وان شاء الله دي مهمه جدا. وفي نفس الوقت كمان الحكم يعني مميز ومعروف ان هو حكام كويسين، فنتمنى ان شاء الله مباراه العوده تخرج بشكل كويس. طيب عندي حاجتين بس اخرى كده كابتن يوسف. تم تحديد موعد السفر للجزائر، هيبقى يوم كام؟ طبعا كابتن سمير عدلي هيسافر الاول، لكن في هيبقى يوم كام؟ 20 21؟ لا لسه بنشوف الترتيبات بتاعه اللعيبه الدوليين الاول، لان احنا عندنا لعيبه دوليين هتلعب بره، عودتهم امتى، بالاضافه لسليف كلوبالي وازارو، فلسه ما تحددش يعني. طيب ان شاء الرحمن هقول لك على نقطتين حددهم الكاف خلاص، يمكن حدد ان المباراه النهائيه هتبقى فيها استخدام تقنيه الفار رسمي، يعني هيبقى في المباراه النهائيه ان شاء الرحمن ربنا يكتب لها لنا باذن الله، ويبقى نبقى في الطرف من اطراف اللقاء النهائي. وبيمرن كمان بعض الحكام، بكاري جسامه، جوميز اللي هو حكم اللقاء الثاني، وبملاك حتى الحكم امبارح هيبقى موجود من الناس اللي بتتمرن، زكالي سوالا ده حكم برضو جنوب افريقي، الجزائري مهدي عبيد، وسيكا زوري اللي هو الزامبي، وعندك كابتن جهاد جريشه كمان، وبكاري جسامه، يعني كل دول هيتم تدريبهم في الفتره اللي جايه لتقنيه الفيديو للقاء النهائي باذن الله لدوري ابطال افريقيا. يا كابتن يوسف والله طبعا حاجه كويسه، انت قلت اسامي حكام كبار جدا وعظام جدا، و يعني من ضمن الحاجات اللي يعني بتبقى مهمه جدا في المباريات الحاسمه دي ان يكون معاك حكم قوي وحكم فير، حكم عنده خبره كبيره. ما انت كان عندك امبارح حكم قوي يا كابتن يوسف، بس انت عارف لو تقنيه الفيديو موجوده جول وليد ازارو او مؤمن زكريا امبارح يتحسب، لو في تقنيه الفار دي يتحسب 3-0 غير 2-0 خالص. ما انا بقول لك يعني برضو احنا اتظلمنا امبارح في الهدف، هدف سليم 100%، فاستغربت جدا ان هو لغاه، لكن طبعا احنا مش عايزين نعترض على التحكيم، مش عايزين يعني عايزين نركز في الملعب بشكل مميز، ونتمنى ان شاء الله ان مباراه العوده جوميز يبقى موفق، ونتمنى كمان ان يعني عايز اقول تقنيه الفار هتعمل او هتلعب دور كبير جدا، لانه هيبقى عنده خط رجعه او عنده فرصه يفكر في القرار اللي بياخده. اوكي، اقول لك كمان مبروك، يعني مش بشكل رسمي على الكاف، لكن هتلاقي الخبر ده بكره او بعد بكره، تم اختيار 9 لعيبه يا كابتن يوسف، 9 لعيبه من النادي الاهلي كالتشكيله الامثاليه للدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا. تم اختيار الشناوي، الرباعي اللي ورا احمد فتحي وكلوبالي وايمن اشرف وعلي معلول وهشام محمد ووليد سليمان واسلام محارب ووليد ازارو، يعني 9 لعيبه من اصل 11 كلهم. دي هتلاقي الخبر ده موجود على الكاف بكره باذن الله.
يعني زي ما انتم شايفين كده، محمد الشناوي، احمد فتحي، كولوبالي، ايمن اشرف، علي معلول، هشام محمد، واسلام محارب، ووليد سليمان، ووليد ازارو، وده اللاعب بتاع اول اغسطس اللي جاب الهدف في الترجي، وكمان اكرم جحنيد اللاعب وفاق الصيف من ضمن التشكيله. فدي حاجه حلوه قوي يا كابتن يوسف. طبعا طبعا حاجه يعني مميزه ان يبقى عندك 8 لاعبين في التشكيله، ودي حاجه يعني دايما النادي الاهلي بيبقى مميز فيها. لكن انا برضو عايز اكد ان دي كلها حاجات لما نيجي نقارنها بالفوز بالبطوله ان شاء الله، ان شاء الله ده الهدف الاكبر، ده الهدف الاكبر، ده الهدف الاكبر. فنتمنى ان شاء الله ان يبقى كمان عندنا احسن لاعب في افريقيا ان شاء الله يبقى من الاهلي السنه الجايه ان شاء الله. وليد هو احسن لاعب في افريقيا في الفتره الحاليه، خلي بالك احسن لاعب في دوري المجموعات، او مش في دوري المجموعات، في دوري ابطال افريقيا على الاطلاق هو وليد سليمان لحد دلوقتي بالارقام يعني. بالارقام ماشي بشكل كويس، ونتمنى ان هو يستكمل ان شاء الله. ومش في المنتخب، من عجائب الدوري السبع يعني، بجانب كام عجيبه كده. لكن وليد سليمان مش منتخب. انا عندي ثقه ان مستر جيري هيبص بصه طبعا للمجموعه اللي هي يعني تعرف الكوره ما فيهاش ارتباط بالسن. انت ممكن يبقى عندك 35 سنه 36 سنه وبتدي مجهود كبير جدا، صحيح، مجهود مميز جدا، عمر ما الكوره كانت بالسن خالص. فاكيد هيفكر في الحته دي، لان عندك فتحي ووليد بيأدوا بشكل كبير جدا وحاجه يعني مميزه يعني. اوكي طيب، احنا عاملين حاجه هنا، اخر حاجه هاخد راي حضرتك فيها، اخر حاجه عاملين حاجه هنا ان احنا بنختار لقب لنجم يعني، بس بيكون في متوفر بعض الشروط، يكون بقاله فتره في النادي، حقق بطولات مع النادي، عامل حاجه كويسه مع النادي، انتمائه بشكل كبير جدا للنادي. لو اخترت نجم يا كابتن يوسف وتعمل له لقب، مثلا زمان انت عارف ان الجماهير بتطلق على بعض الاسماء القاب يعني الجوكر، الزئبقي، الكابيتانو، بيبو، زيزو، اسماء كبيره جدا طبعا، منها من خد شهره على بشكل كبير قوي يستحقها بالتاكيد وكملت معاه. فعايزين نعمل من خلال ملعب الاهلي كده يعني حاجه جديده من خلال جمهورنا. كابتن يوسف لو تختار لي لاعب مثلا وتختار لي لقب هتقول لي ولا عايز تنام؟ لا لا لا، ممكن نختار، ممكن مثلا تعمل لقب لسليف كلوبالي على لسه جاي مثلا. تختار له ايه؟ الفهد ولا المارد ولا تختار له ايه؟ ولا برج ولا تختار له ايه؟ ممكن اختار له البرج فعلا. البرج. طويل برج. اوكي كابتن يوسف، كل التوفيق لحضرتك باذن الله في مشواركم باذن الله، سواء كان محليا ولا افريقيا. شكرا جزيلا كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره. الجزء الثاني النهارده ان شاء الله الرحمن من حلقتنا هيبقى معانا كابتن عادل طعيمه وكابتن